يا جماعه سؤال. فرح رشدي معانا في التليفون. انت اي مره بننزل ناكل بشوفك انت عايز تاكلي ايه، ما تستهبليش. كنت كل ده في المونتاج. انا هاخد اللعبه دي وانا ماشي. احنا النهارده في اللانشنج ايفنت بتاع اللعبه الجديده بتاعتنا تعرفني ولا، فهنديكي كده كروت من اللعبه علشان تكلمي حد من صحابك وتساليه نفس الاسئله تعرفي بقى عارفه كويس ولا لا. يلا بينا. يلا بينا. اهو فرح، بقول لك ايه، انا هسالك اسئله وشوفي عارفاني ولا لا. ماشي ماشي. يلا. لو اكتشفت ان حد من صحابي مصاحب من ورايا، هل هفضحه عند الشله كلها بعد ما اقول لهم ما قلتش لحد، بعد كده يعني اقول ما قلتش لحد، ولا هحترم خصوصيته واستناه يقول لوحده، ولا هبعت له رساله من رقم غريب اقول له عارفاك وهجيبك؟ انا حاساها اول واحده اكتر 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 يعني، مش بتطلعي اسرار يعني. ايوه ماشي صح، مش فكره هطلع اسرار، بس لو اكتشفت من بره هروح اقول يا ولاد اللي فيها مصاحبه مش قايله لي. برولي ماشي. سؤال تاني، لو لقيت نفسي وسط خناقه عائليه، هبقى في صف اغنى حد فيهم واخليه يرشيني؟ ايه يا جماعه السؤال؟ ولا ههرب من الموقف واحبس نفسي في الحمام، ولا هسمع من كل حد وهحكم بالعدل ايا كان مع مين؟ هتروحي الحمام وتحبسي نفسك؟ هتقولي this is making me anxious I'm gonna go away. لا بس يعني لا، لو مش حاجه تخصني هبقى هسمع منهم كده واعمل نفسي رزين. اخر سؤال بقى. ايه انا جماعه فرح رشدي معانا في التليفون. اخر سؤال، لو صحابي اتفقوا ياكلوا حاجه ما بحبهاش، اول حاجه هشرب حاجه وهاكل لما اروح، ولا هتخانق وابوظ لهم الخروجه، ولا هاكل معاهم وخلاص؟ ما حصلش، هاكل معاكم بس هكون شايله منكم. بس هاكل معاكم. هاكل معاكم. انت بتحوري، انت اي مره بننزل ناكل بشوفك انت عايز تاكلي ايه، ما تستهبليش. خلاص شكرا يا رشدي. هو معلش مؤاخذه يعني، هما جوزك ايه مشكلتهم معايا؟ باي باي يا فرحان. احنا بنحبكم قوي، كلنا بنحب جوزك. انا بس متضايقه ان انا مش موجوده. هي في دبي بس. باي باي. باي.